انرجي اوتبوت على الانرجي ان. انا هنا عندي عايز احسب الانرجي اوت وعندي الايت اوفر او. طيب قلنا المره اللي فاتت ان الانرجي انبوت بتساوي ام جي اتش. طيب انا هنا ما ادانيش الماس بتاعت الميه، اداني الفوليوم بتاع الخزان اللي جواه الميه، يعني هفك الكلام ده اقول ان الانرجي اوت هتساوي الرو بتاعت الميه في الفوليوم بتاع الخزان في الجي في الاتش، وبالتالي هقول ان الانرجي اوتبوت هتساوي ايتا اوفر اول 75%. الرو بتاعت الميه 1000، الفوليوم بتاع الخزان 5 × 10^6 متر مكعب، جي 9.8 متر بالسكند سكوير، اتش اللي هو ارتفاع السد 200 متر. يبقى انا كده يا باشمهندسين لما عوضت باليونتس دي يطلع لي الانرجي اوتبوت بالايه؟ يطلع لي لما اعوض هنا الرو كيلو جرام لكل متر مكعب، والفي متر مكعب، والجي متر بالسكند سكوير، والاتش بالمتر، يطلع لي الانرجي بالجول. طيب تقسمها على 1000 تجيبها بالكيلو جول، واخدنا المره اللي فاتت ازاي نحول من كيلو جول لكيلو وات ساعه، فلما هتحول هيطلع لك الانرجي اوت هتساوي 20.4 × 10^5 كيلو وات اوت. يبقى ده الايه؟ ده الانرجي اوت. المساله اللي بعدها رقم 7، ايه اللي برضو ان انا عندي هايدرو الكتريك ستيشن، وايه اللي ان الفلو بتاع الميه أربعة وتسعين متر مكعب بالسكن، ومديلك الهيد في ووتر أو الارتفاع اللي بتنزل منه عنده المية الاتش بيساوي 39 متر. أول مطلوب بيقول لك إيه؟ ديترماين فيرم كاباسيتي، فايند فيرم كاباسيتي. دلوقتي يا باشمهندسين كلمة فيرم تكافئ كلمة بلانت وكافئ كلمة ستيشن، يعني يقول لك ستيشن يقول لك بلانت يقول لك فيرم، المقصود بيها المحطة، تمام؟ هو عايزك تحسب الايه؟ عايزك تحسب الكباستي بتاعة المحطة. طيب احنا قلنا يا باشمهندسين المرة اللي فاتت ايه هي الكباستي بتاعة المحطة؟ هي أقصى أوت بوت باور يقدر أو تقدر المحطة دي تطلعها، يعني كلمة كباستي دي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها باور، مش مقصود بيها انرجي. يبقى كلمة كباستي مقصود بيها باور، مش مقصود بيها ايه؟ مش مقصود بيها انرجي. يعني عايزك تحسب الماكسيمم اوت بوت باور اللي تقدر تطلعها المحطة دي. المطلوب الثاني قايل لك احسب، يعني ده أول مطلوب. المطلوب الثاني قايل لك احسب اليرلي جروس اوت. احنا خدنا المرة اللي فاتت يا باشمهندسين حاجة سميناها اليونتس جينيريتد، وقلنا اليونتس جنريتد مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها انرجي. برضو حاجه ثانيه مقصود بيها الانرجي مقصود بيها الجروس اوت، يعني كلمه جروس اوت دي تكافئ ايه؟ تكافئ الانرجي. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان يونتس جنريتد مقصود بيها انرجي، فهو هنا عايزك تحسب الانرجي خلال سنه. اليرلي جروس اوت معناها اليرلي انرجي اللي خارجه من المحطه، علما بان الاوفرول افشنسي 80%، يعني ايه ده؟ اوفرول بتساوي 80%. طيب اول مطلوب اللي هو عايزك تحسب الفيرم كباستي، قلنا الكباستي دي هي الاقصى باور تقدر تطلع من المحطه، يعني انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب البي اوت. طيب انا عندي ايه اوفرول؟ مش هقول زي المساله اللي فاتت انرجي اوتبوت على انرجي انبوت، لا، ان انا عايز احسب باور، هقول ان هي بتساوي باور اوتبوت على باور انبوت، دي الايت اوفر اول. انا عايز احسب الباور اوتبوت اللي هي الكباستي بتاعت المحطه، السعه بتاعت المحطه، يعني الكلام ده هقول ان هو بيساوي بي اوتبوت. خدنا المره اللي فاتت ان البي انبوت بتساوي ام دوت جي اتش، ام دوت دي الماس فلو ريت في الجي في الاتش هتساوي بي اوتبوت. هو هنا يا باشمهندسين اداني الماس فلو او الفلو ريت بتاع الميه كيلو جرام لكل متر مكعب، او اسف كيلو جرام بير سكند ولا متر مكعب بير سكند؟ ده لي متر مكعب بير سكند، فاقدر اعتبر ان هي ديت في دوت، وحاول ان الام دوت بتساوي رو في في دوت جي اتش،
ام دوت ديت كيلو جرام بير سكند تعادل رو في في دوت. الرو ايه؟ الرو كيلو جرام لكل متر مكعب، في الفي دوت متر مكعب بير سكند. فلما يتضربوا في بعض يديني ايه؟ يديني كيلو جرام بير سكند اللي هو الام دوت. انا هفك هنا الام دوت لرو في في دوت، ليه؟ لانه ما ادانيش الفلو ريت كيلو جرام بير سكند، لا اداني متر مكعب بير سكند، فهفكها ان هي رو في الفي دوت في الجي في اتش. وبالتالي هيبقى عندي المجهول الوحيد هو البي اوت. اقول ان البي اوت تساوي الايت اوفرول 8 من 10 او 80% في الرو 10 اس 3 الفي دوت 94 جي 9.8 من 10 والاتش 39 متر. يبقى انا كده حسبت الايه؟ حسبت البي اوت اللي هي الكباستي بتاعت المحطه. طيب اليونتس دي تطلع لي الباور بالايه؟ بالوات. هتقسمها على 1000 وتطلع الفيرمي كباستي او الكباستي بتاعت المحطه بالكيلو وات. يبقى ده الكباستي او السعه بتاعت المحطه بالكيلو وات. طيب عايزك تحسب اليرلي جروس اوتبوت، يعني عايزك تحسب الانرجي اوتبوت خلال سنه. يبقى هقول الانرجي خلال سنه بتساوي الباور في التايم. التايم طبعا اللي عوض عنه هو عباره عن ايه؟ عباره عن عدد الساعات خلال سنه. يبقى الباور 28 اللي انا لسه حاسبها هضرب في الدي بعدد ايه؟ الدي بعدد الساعات اللي هو 365 في كام؟ 24. يبقى انا كده هطلع الانرجي بالايه؟ بالكيلو وات اور. طيب برضو المساله رقم 8 مديني برضو هيدرو الكتريك ستيشن قايل لي ان الهيد او الارتفاع عندي بيساوي 100 متر. الهيدش بتساوي 100 متر. بيقول لك ايه؟ بيقول لك فايند ذا الكتريكال انرجي جنريتد براور بير كيوبيك متر اوف ووتر. يعني عايزك تحسب، بيقول لك احسب فايند الانرجي جنريت، يعني الانرجي اوت بير اور بير كيوبيك متر اوف ووتر. يبقى لما احل هاخد التايم عندي بكام؟ بساعه. والفوليوم بتاع الميه 1 متر مكعب. قايل لك جيفن ان الهيدروليك افشنسي 86%. اكتب عنك ان هيدروليك افشنسي هي هيها الافشنسي بتاعت التربينه. يعني يقول لك كلمه هيدروليك افشنسي هي تكافئ الافشنسي بتاعت التربينه اللي هي 86%. والالكتريكال افشنسي 92%. قلنا المره اللي فاتت الالكتريكال افشنسي هي الافشنسي بتاعت الايه؟ بتاعت الجنريتور. يبقى ايه الجنريتور؟ بتساوي 92%. برضه الكلام بسيط جدا وسهل. انا عايز احسب الانرجي اوت، هقول ان الايت اوفرول بتساوي انرجي اوت على الانرجي امباكت. انا عايز احسب الانرجي اوت، يبقى هقول الانرجي اوت على الانرجي امباكت اللي هي بتساوي رو في الفوليوم في الجي في الاتش. يبقى هقول الانرجي اوت تساوي الانرجي اوت بتساوي الايت اوفر اول. هي عباره عن ايه؟ حاصل ضرب الافشنس بتاعت التربينه الافشنس بتاعت الجنريت. الرو 10 اس 3 الفوليوم اللي اعوض بيه ب 1 متر مكعب. جي 9.8 من 10 الاتش 100 متر. وبالتالي في الحاله ديت هيطلع لي انرجي اوت بالايه؟ ها؟ كيلو وات اور ليه؟ وات اور ولا وات اور هيطلع بالجول. ليه بالجول؟ انا هنا عندي انرجي اوتبوت ايت اوفرول في انرجي انبوت.
الانرجي انبوت انا جبتها بالايه؟ بالجول، لان انا دلوقتي قلنا رو كيلو جرام لكل متر مكعب، في بالمتر المكعب، جي متر بير سكند سكوير، اتش بالمتر، فطلع لي الانرجي بالجول. هو قال لي انرجي اوتبوت يبقى لازم غصب عني احولها للكيلو وات ساعه، فهاجي الرقم ده اقسمه على 1000 عشان اجيبه بالكيلو جول، وبعد كده احول من كيلو جول لكيلو وات ساعه زي ما اخدنا المره اللي فاتت، هيطلع معايا الانرجي اوتبوت كيلومتر مربع، يعني عندي الخزان اللي السد او المحطه الهيدروليك دي بتاخد منه الميه، المساحه بتاعته 2.4 كيلومتر مربع. قايل لي ان الكباستي او السعه بتاعت الخزان ده 5.6 متر مكعب، يبقى الفوليوم بتاع الخزان 5.6 متر مكعب، ارتفاع الميه الافكتيف هيد اوف ووتر 100 متر. اللي بيأثر في الجنريتور. قايل لي مديني الافشنسي بتاعت البين ستوك والتربينه والجنريتور 95%. هو طبعا حكايه البين ستوك افشنسي دي يا باشمهندسين هي ايه؟ البين ستوك ده اللي عن طريقه بيوصل الميه، يعني الميه لما بتنزل من ارتفاع اتش بتنزل للتربينه ما بتنزلش كده فري ران او بتنزل في الهواء، لا بتنزل عن طريق حاجه بنسميها بين ستوك. هو في كل المسائل هو دايما بتبقى الكفاءه بتاعته مهمله. هو هنا اداني كفاءته ما عملهاش، يعني ده اللي كفاءته بكام؟ ب 95%. ده اللي عن طريقه بنقل الميه من الارتفاع من الخزان اللي موجود على ارتفاع اتش للتربينه اللي موجوده تحت. طيب كفاءتها 95%. احنا قلنا المره اللي فاتت لما عندي كذا ايليمنت شغالين ان سيريز الكفاءه الكليه عباره عن ايه؟ حصل ضربهم. حصل ضربهم وبالتالي الكفاءه الكليه هتبقى ايه؟ بدل ما اضرب الايده بتاعت التربينه في ايد الجنريتور بس، لا هضرب كمان في الايده بتاعت البين ستوب. بيقول لك ايه اول مطلوب في المساله؟ فايند ذا توتال انرجي ذات كان بي سبلايد او ذات كان بي جنريتد فروم ذا باور ستيشن. فايند انرجي اوت. عايزك تحسب التوتال انرجي ذات كان بي جنريتد فروم ذا ستيشن. مش كل الميه بتوصل، بيحصل تسريب او يعني زي نشا، فمش كل الميه كلها بتنزل ايه؟ بينزل فيها ايه؟ بيحصل فيها فقد في الميه. تمام؟ طيب دلوقتي يا باشمهندسين نفس الكلام، مفيش حاجه جديده، عندي الانرجي اوتبوت هتساوي ايه؟ هتساوي ايتا اوفرول في الانرجي ام، يعني هتساوي ايتا اوفرول رو في الفوليوم في الجي في اتش. ايتا اوفرول هو حاصل ضرب الكفاءه بتاعت البين ستوك والتربينا والجنريتور. الرو 10^3، الفي فوليوم كام؟ 5/10. اديني الاريا دي جاي. هتستخدمها في المطلوب الثاني. الجي 9.8 والاتش ب 100 متر. برضه نفس الكلام. كده يبقى انا حسبت الانرجي اوتبوت بالايه؟ بالجو. حولها بقى للكيلو وات ساعه، يبقى ده الانرجي اللي اقدر انتجها.
ده الانرجي اللي انا اقدر انتجها بالايه؟ بالكيلو وات اور. مفيش حاجة جديدة لحد دلوقتي. طيب المطلوب التاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي if a load of 15 كيلو وات اور has been supplied for 3 hours find the fall in reservoir level. يعني لو انا عندي لود قيمته بتساوي 15000 كيلو وات هخزيه لمدة 3 ساعات find او احسب الانخفاض في الريسيفور ليفل. دلوقتي يا باشمهندسين انا عندي ادي السد اهو ادي الارتفاع دوت اللي هو اتش اللي هو بيساوي 100 متر. انا عندي ادي الخزان اللي موجود عندي اللي الفوليوم بتاعه 5 في 10 و6 متر مكعب. دلوقتي يا باشمهندسين عشان اغذي حمل قيمته 15000 كيلو وات لمده 3 ساعات محتاج انزل فوليوم معين من الميه، تمام؟ فلما هينزل هنزل شويه ميه منسوب الميه في الخزان ماله؟ هينخفض. هو عايزك تحسب الانخفاض اللي حصل في الايه؟ في المنسوب. باشمهندس مش فاهم علاقة الباور اللي هو الدهون اللي المنخفض المنسوب، انا فاهم ان هو عشان اصلا يعني يدي باور لازم عشان زي دلوقتي محطة السيرمال عشان اطلع باور لازم ادخل ايه؟ عشان لازم ادخل فيول. هنا المحطة دي عشان اطلع باور لازم ادخل ايه؟ مية. هوقع مية. المية اللي هتقع عندي خزان اداني حجمه واداني مساحة القاعدة بتاعته الاريا بتاعته، تمام؟ في جزء من المية دي هتنزل عشان تولد كهرباء تغذي لمده 3 ساعات حمل قيمته 15000 كيلو وات. يبقى دي الايه؟ الانرجي اوت. عايزك تحسب الانخفاض اللي هيحصل في ايه؟ في المنسوب. هسمي الانخفاض اللي هيحصل في المنسوب ده هسميه اتش داش. عايز اعرف ايه؟ اعرف قيمته. طيب يبقى انا عشان اجيب الاتش داش دي لازم اعرف ايه الاول؟ لا اصلا بتاع طيب لا اهم من الاتش بتاعت الخزان. لازم اعرف ايه؟ لازم اعرف الفوليوم بتاع الميه اللي محتاج ينزل. محتاج اعرف حجم الميه اللي ايه؟ محتاجه تنزل، وانا عارف مساحه القاعده فخلاص عرفت فوليوم الميه اللي نزلت وعرفت وانا عارف قصدي المساحه بتاعت الخزان يبقى اقدر استنتج على طول الايه؟ الانخفاض اللي هيحصل في الارتفاع من غير ما اعرف الارتفاع الاصلي للخزان كام. يعني انا عندي انرجي او اسف عندي هيت اوفرول بتساوي انرجي اوتبوت على انرجي ام. انا المجهود اللي عندي اللي انا عايز اعرفه حجم الميه اللي محتاج انزلها. لو عرفت حجم الميه خلاص هقدر اعرف الاتش. طيب حجم الميه موجود في الانرجي اوتبوت ولا في الانرجي انبوت؟ في الانرجي انبوت. يعني هقول ان الكلام ده بيساوي الانرجي اوتبوت اللي هي هتروح للود للحمل هتساوي الباور في التايم. الانرجي انبوت هتساوي رو في الفوليوم في الجي في الاتش. هتلاقي انك كو عارف كل حاجه ما عدا الايه؟ الفوليوم اللي هو حجم الميه اللي محتاجها عشان اقدر اغذي اللود دوت اللي هو 15000 كيلو وات لمده 3 ساعات. طيب المعادله ديت لازم اليونتس قلنا بتاعتها تبقى مظبوطه. طيب هستخدم انهي يونتس؟ هل هستخدم الانرجي اعوض عنها بالكيلو وات ساعه ولا بالكيلو جول؟ لا لازم اعوض عنها بالجول. ليه يا باشمهندسين؟ لان عشان الدوت يطلع لي بالمتر المكعب لازم دوت يبقى كيلو جرام لكل متر مكعب وده متر بير سكند سكوير وده بالمتر فيطلع الانرجي انبوت كلها تبقى بالايه؟ بالجول. وبالتالي لازم ده يبقى هو كمان ايه؟ بالجول. وبالتالي الايتا اوفرول اللي هي بتساوي 95% في 90% في 85% الايت اوفر اول تساوي الباور 15000 كيلو وات في عدد الساعات 3. يبقى انا كده جبت الانرجي اوتبوت بالكيلو وات ساعه. عايز احولها للجول يبقى هضرب في 3600 عشان احولها لكيلو جول واضرب في 1000 عشان احولها للجول. يبقى انا كده بحولت
من كيلو وات ساعه حولتها لايه؟ حولتها للجول. يبقى انا كده الانرجي اوتبوت بالجول، وبالتالي المقام برضو اللي هو الانرجي انبوت لازم يبقى بالجول. الرو 10 اس 3 في الفوليوم بالمتر المكعب، في الجي 9.8 في الاتش اللي هو عندي كام؟ 100 متر. يبقى انا كده يا باشمهندسين لما اقعد في المعادله ديت هحل، هطلع الفوليوم اليونت بتاعتها هتبقى ايه؟ متر مكعب. يبقى تاني عشان يطلع الفي بالمتر المكعب لازم المقام كله اللي هو الانرجي انبوت يبقى بالجول، وبالتالي البسط اللي هو الانرجي اوتبوت برضه لازم يبقى بالجول. فعملت التحويله دي، لما احسب الفوليوم دوت، هو الفوليوم بتاع ايه؟ هو حجم الميه اللي انا محتاج انزلها من الخزان بحيث ان انا اقدر اغذي لمده 3 ساعات حمل قيمته 15000 كيلو. لما تحسب هتحسب الفوليوم بالمتر المكعب هيطلع معاك 8. طيب ده حجم الميه اللي انا محتاج انزلها من الخزان اللي فوق، وهو مديني الاريا بتاعت الخزان، يبقى اقدر احسب ايه؟ يبقى اقدر احسب الانخفاض اللي حصل. يبقى الاتش داش دوت اللي هو الانخفاض اللي هيحصل في منسوب الميه هيساوي الفوليوم على الريسيفوار اريا 2.4 كيلو متر مربع. لازم احولها لايه؟ لمتر مربع. اضرب في كام؟ 10 اس 6، وبالتالي هطلع الاتش داش بالايه؟ بالمتر. هيطلع معاك الاتش داش بالمتر 10. هضربها، هتحولها، عايز تحولها بالسنتي، يبقى منسوب الميه هينخفض في الخزان بمقدار 9.4 سنتيمتر عشان اقدر اغذي لود قيمته 15000 كيلو وات لمده 3 ساعات. قال لي ان انا عندي مصنع موجود جنب برضه محطه هيدرو الكتريك ستيشن، الاتش بتاعتها 25 متر. الاتش 25 متر. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفاكتوري ريكوايرز كونتينوس باور اوف 400 كيلو وات ثرو ذا يير. يعني على مدار السنه الباور او المصنع ده محتاج باور قيمتها 400 كيلو وات. يبقى الباور بتاعت المصنع تقدر تعتبر افريج، هي ثابته عند 400 يعني، هي ثابته تقدر تعتبر افريج. طيب قايل لي ايه يا باشمهندسين بقى؟ اداني الفلو بتاع الميه بتاع النهر على مدار السنه. قايل لي ان الريفر فلو ان اير اس 10 الفي دوت 10 متر مكعب بير سكند لمده 4 شهور. لمدة 4 شهور في السنة الفلو بتاع المية 10 متر مكعب بير سكند، والفلو بيساوي 6 متر مكعب بير سكند لمدة شهرين، والفلو بيساوي 1.5 متر مكعب بير سكند لمدة 6 شهور في السنة. يبقى ده وده الأمر الطبيعي، مفيش نهر في الدنيا الفلو بتاعه بيبقى ثابت على مدار السنة. فهو هنا قايل لي إن أنا عندي 4 شهور في السنة 10، وشهرين عندي 6، وست شهور عندي 1.5 متر مكعب بير سكند. قايل لك إن الإيتا أوفرول 80%. قايل لك إيه بقى؟ ركز معايا في الجزئية دي. قايل لك إف ذا سايت
is developed as run of river type run of river type without storage. يعني ايه يا باشمهندسين؟ يعني انا عندي الميه جايه زي ما قلنا ايه؟ اللي جايه من النهر متغيره، الفلو بتاعها متغير على مدار السنه. انا عندي هنا حاجه من اثنين، اول تايب من الهيدرو الكتريك ستيشن اللي بنسميه ران اوف ريفر تايب. يعني ايه؟ يعني الميه اللي بتيجي، يعني ما بعملش خزان، ما بخزنش الميه، الميه اللي بتيجي بعديها. جت ميه قليله بعديها زي ما هي، جت ميه كتيره بعديها زي ما هي. دي اول حاله. الحاله الثانيه، ودي طبعا حاله قليله، الحاله الثانيه اللي هي زي حاله السد العالي، ان بيبقى عندي خزان بخزن فيه الميه وبتحكم في الفلو بتاع الميه على مدار السد. يبقى انا عندي حاله مفيش فيها كنترول، مفيش فيها تحكم، اللي احنا بنسميها الران اوف ريفر تايب، اللي هي جت ميه قليله بتعدي، جت ميه كتيره بتعدي. الحاله الثانيه اللي هي زي حاله السد العالي، اللي هي بتبقى كنترول، اللي فيها تحكم، اللي هي ايه؟ ببتدي اعمل خزان قبل السد وابتدي اتحكم في كميه الميه اللي بتعدي. هو هنا في المساله قايل لي لا، المحطه هتبقى ران اوف ريفر تايب. يعني ايه؟ يعني الميه اللي هتيجي هعديها من غير ما اعمل كنترول عندي. فبيقول لي احسب ايه؟ بيقول لك ديتيرماين فاين ستاند باي كاباسيتي تو بي بور فاين فاين ستاند باي كاباسيتي تو بي بروفايد. يعني ايه ستاند باي كاباسيتي؟ احنا عارفين دلوقتي يا باشمهندسين، لو انا عندي مستشفى، المستشفى دي واخده الكهرباء من وزاره الكهرباء، طب افرض الكهرباء قطعت، حصلت قفله عند وزاره الكهرباء او حصل اي عطله او اي مشكله، لازم يبقى فيه في المستشفى ايه؟ ستاند باي جنريتور، ستاند باي يونت، عشان اقدر اشغل المستشفى لو الكهرباء الرئيسيه اللي جايه من وزاره الكهرباء قطعت. المستشفى ده يعتبر كريتيكال لود، حمل حرج، في ناس بتعمل عمليات، في ناس على اجهزه التنفس الصناعي، ما ينفعش الكهرباء ايه؟ ما ينفعش الكهرباء تقطع مره واحده، فبيبقى فيه ستاند باي جنريتور. ده بيبقى واقف موجود بحيث طول ما الكهرباء بتاعت شركه الكهرباء، وزاره الكهرباء موجوده، خلاص المستشفى واخده منه. لما الكهرباء بتاعت وزاره الكهرباء تقطع، هتبتدي ياخد من ايه؟ هتبتدي ياخد من الستاند باي يونت اللي موجود عندي. فهو هنا بيقول لي احسب قيمة الستاند باي يونت اللي المصنع ده محتاج. هو طبعا كده ايه؟ هو كده هو جزم ان هو محتاج ستاند باي يونت. ممكن في المسألة او ممكن في الامتحان ما يقول لك ايه؟ يقول لك احسب هل هو هيبقى محتاج ستاند باي يونت ولا لا؟ تعالوا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. احنا طبعا ايه ممكن نحسب على اسوأ حالة اللي هي 1.5، بس احنا هنمشي كل حالة على حدة. هنمشي هنقول الأول وين الفي دوت بتساوي 10 متر مكعب بالسكن. خلي بالك يا باشمهندس من حاجه، ان انا عندي الايت اوفرول بتساوي بي اوتبوت على بي انبوت اللي هي ام دوت جي اتش، يعني بتساوي بي اوتبوت على رو في في دوت في جي في اتش. يبقى انا عندي البي اوتبوت بتساوي ايت اوفرول رو في دوت جي اتش، تمام؟ يبقى انا هنا لما الفي دوت ب 10 هيبقى البي اوت تساوي الافشنسي 8 من 10 رو 10 اس 3 في دوت 10 جي 9 8 من 10 والاتش 25. كده هطلع البي اوت بالايه؟ انت بتقول ايه ناشي؟ هتقول باور تاني يا باشمهندسين رو تاني هنفضل نقدم فيه كل مره رو كيلو جرام كل متر مكعب في دوت متر مكعب بير سكند جي متر بير سكند سكوير اتش بالمتر يطلع الباور بالايه؟ يطلع الباور في الوات. يبقى انا كده لما اعوض هطلع البي اوت بالوات. مش الحاجات دي من شويه بتتضرب في بعضها بتطلع لي جي فيها ايه كمان من الوات؟ تانية كانت انرجي اضرب في تايم هيطلع لك ايه؟ تانية كانت انرجي تمام؟ يبقى انا هطلع البي اوتبوت بالوات هتقسمه على 1000 عشان تجاوب الكيلو وات هيطلع معاك 1960 كيلو وات. يعني ايه يا باشمهندسين؟ يعني طول لا مش السنة الباور المصنع محتاج على مدار السنة 400. يعني ايه؟ زي انت مثلا انت عندك في البيت تكييف
شغلته سنه كامله متواصل يبقى هو الكباسيتي بتاعته 2 كيلو وات. شغلته لمده سنه، عايز تحسب الانرجي اللي هيستهلكها خلال السنه، يبقى تضرب ال 2 كيلو 365 يوم 24 ساعه، كده جبت استهلك انرجي قد ايه خلال السنه. انما هو السعه او القدره بتاعته 2 كيلو وات، هو قدره او المصنع محتاج 400 كيلو. طيب لما الفيدو 1.5 متر مكعب في السنة هيطلع لك البي اوت ده مش بنسين لما تحسبها ٢٩٤ كيلو وات. ده اقل من ايه؟ اقل من ال 400 بتوع المصنع. وبالتالي اقدر اقول ان الاستاند باي كباستي هتساوي كام؟ هتساوي 400 ناقص 294 هيديك 106 كيلو وات. يبقى انت المصنع ده عشان تقدر تحافظ على التغذيه الكهربائيه بتاعته على مدار السنه لازم تشتري ستاند باي جنريتور الكباستي بتاعته 106 كيلو وات. طيب هل ده هيشتغل السنه كلها؟ لا، هيشتغل لمده قد ايه؟ 6 شهور بس. نعم، ازيد الباقي بقى ده توضيل احمال ثانيه بقى تعمل باي حاجه. ان هو قايل لي هنا ان مفيش ستورج رانو فريبر، يعني انت ايه وزود ستورج، يعني انت بتعدي الميه، لا بتخزن ميه ولا بتخزن كهرباء. تمام، طيب المطلوب التاني في المساله مش بنسين بيقول لي ايه؟ لا انا بقى هبتدي اعمل ايه دلوقتي؟ ده لما ما كانش فيه تحكم في كميه الميه اللي بتعدي. المطلوب التاني قايل لي لا، ان انا هعمل خزان وابتدي اتحكم في الفلو بتاع الميه بحيث يبقى ثابت على مدار السنه. خلي بالك انا هنا الفلو بتاع الميه مش ثابت على مدار السنه، لا قايل لي ايه؟ قايل لي هعمل ريسيفوار، هعمل خزان. ده المطلوب التاني في المساله. بص معايا، الريسيفوار از ارينجد اب ستريم، معناها ان الايه؟ معناها ان انا هعمل تحكم في الفلو بتاع الميه بحيث يبقى ثابت على مدار السنه. يعني الفي دوت هتساوي 5 على مدار السنه، يعني هبتدي اعمل تحكم في الايه؟ في الميه اللي بتجيب. طيب بيقول لك في الحاله ديت عايزك تحسب ايه؟ اولا بيسالك حاجتين، ويل اني ستاند باي يونت بي نيسيسري، يعني هل في الحالة دي لو عملت تحكم في الفلو بتاع المية بحيث انه يبقى ثابت على مدار السنة، أول مطلوب عايزك تقول هل هيبقى فيه ستاند باي يونت أنت محتاجها؟ تاني حاجة المطلوب التاني هو بيجاوب بضمنية على الأولاني، بيقول لك إيه؟ وات ويل بي ذا اكسس باور افيلبل، يعني إيه الباور الفائضة اللي هتبقى موجودة؟ وات ويل بي اكسس باور افيلبل، ايه الباور الفائضه اللي هتبقى ايه؟ اللي هتبقى متاحه. طيب دلوقتي يا باشمهندسين انا عندي، ركز معايا، عندي 10 متر مكعب بير سكند لمده 4 شهور، 6 لمده شهرين، 1.5 لمده 6 شهور. لو انا عايز اجيب قيمه متوسطه للفلو ريت في دوت بحيث تبقى ثابته على مدار السنه، اجيبها ازاي؟ الافرج اللي هو هيبقى 10 في كام؟ في 4 زائد 6 في 2 زائد 1.5 في 6 واقسمهم على كام؟ على 12، 12 شهر. بعد كده جبت الفي دوت المتوسط هيطلع 5.8% متر مكعب في سكن، يبقى دي القيمه اللي انا اقدر اثبت عندها. هي بس الحته اللي هي معناها ايه؟ معناها ان انا هبتدي اعمل تحكم، هعمل خزان وابتدي اعمل تحكم في حجم الميه اللي بتخرج من اللي بعديها في المحطه عن طريق ان انا اثبت الفلوريد بتاع الميه على مدار السنه. تمام؟ يعني مش ايه؟ مش حسين لما يجي لي 10 عدي 10 ويجي 6 عدي 6، لا عدي اتحكم.
تمام؟ اللي هو المتوسط ده. واشوف في الحاله دي لما اعدي في لو ثابت الباور اوت هتبقى عامله ازاي. باشمهندس هو انا ازاي اثبت الفلو بالظبط؟ دي حاجه مش في ايه؟ ازاي اثبت الفلو؟ دي حاجه مش في لا مش في ايدي الفلو بتاع الميه اللي جايه لي، انما في ايدي الفلو بتاع الميه اللي بعديها، لان احنا قلنا هنا بيبقى فيه بوابات واقدر اتحكم في البوابات ديت. يعني بتحكم في البوابات دي بحيث اتحكم في حجم الميه. تمام؟ زي بالظبط المحطات السيرمال بتحكم ازاي؟ بيبقى عندي فالف او فالف يعني ايه؟ فالف يعني بالعربي صمام. صمام هتحكم في الفول اللي بيدخل عن طريق منه اتحكم في الاوتبوت باور. فهنا في المحطه السيرمال الفالف او الصمام ده بتحكم في الفول عشان اتحكم في الاوتبوت باور. وهنا بتحكم في البوابات دي بقدر عن طريق اتحكم في كميه الميه. هنا البي اوتبوت هتساوي ايه؟ برضه هتساوي ايت اوفرول 8 من 10 الرو 10 اس 3 في دوت 5 و 8 من 100 9 و 8 من 10 في 25 يبقى انا كده جبت البي اوت بالوات هتقسمها على 1000 تديها في الكيلو وات هتطلع معاك .995 كيلو وات. يبقى انا لما اتحكمت في الفلو بتاع الميه بحيث انه يبقى ثابت على مدار السنه قدرت احقق ان الباور اللي هتبقى خارجه على مدار السنه هتبقى ثابته عند كام؟ 995. طب هل هنا كده هحتاج ان انا اشتري ستاند باي جنريتور؟ لا. يبقى انا كده مش هحتاج ستاند باي جنريتور وكمان هيبقى عندي ايه؟ فائض من الباور على مدار السنه. الفائض ده هيساوي كام؟ الفرق اللي هو 995 ناقص 400 ده بالكيلو وات يبقى ده الفائض اللي هيبقى متاح عندي على مدار الايه؟ على مدار السنه. يبقى لما عملت تحكم قدرت بدل ما احصل مره على باور عاليه ومره على باور قليله لا قدرت احمل ايه؟ احصل على باور متوسطه بينهم بس ايه؟ قيمتها اكبر من قيمه الحمل اللي ايه؟ العام اللي هو 400 كيلو وات. نعم؟ لا استنى بقى بس انت بتشتري جنريتور تشتري جنريتور مثلا بيشتغل في الديزل او يعني بيشتغل في السولار وهو موجود في دايره عشان اخدوها لا مع دكتور اسمها اوتوماتيك ترانسفير سويتش ديت الدايره ديت بتبقى شايفه الجنريتور اللي هو ستاند باي يونت وشايفه المصدر بتاع وزاره الكهرباء هي مد الدايره ديت بتبقى مديه اولويه لوزاره الكهرباء فلو هي موجوده خلاص الجنريتور ده مش شغال اصلا وايه؟ مثلا المستشفى واخده من وزاره الكهرباء، وزاره الكهرباء الكهرباء عندها قطعت الدايره دي بتحس بتدي اشاره للجنريتور يخش يغسل ايه؟ المستشفى. قال انا هكملها وخلاص عشان اخلص منها. فالنهارده ابتدى شرح اللي هي المحطات تاني ابتدى في الستيم والجاز واللي هي الويبس والمد والجزر طيب ولسه المره الجايه يعني هديكوا سبيشالز وهل الكومباين سايكلز النهارده طيب يعني خدتوا خدتوا السي في لا بقول اخدتوا ايه امال انت بتقول اخدتوا ايه المره الجايه المره الجايه اخدنا السيفتي وأول محاضرة؟ أول محاضرة كان بيتكلم على الجريد الشبكة عموما لا لازم طيب احنا دلوقتي يا باشمهندسين عندنا مسألتين بيتكلموا عن النيوكلر انرجي النيوكلر انرجي باختصار اللي هي بتعتمد على الانشطار بتاعت ذره زي اليورانيوم او البلوتونيوم. يعني هنا كل اللي علينا هنتكلم عنه اللي هو اليورانيوم بس. تمام؟ فهو هنا بيدي لك ايه؟ المسألة هنا بتبقى بسيطة جدا. بيقول لك ان انا الانرجي اللي بتنتج من انشطار 1 اتوم من اليورانيوم كذا.
بيديها لك ده رقم كونستانت بيبقى جيفن تمام، وهيقول لك انشطر عدد معين من الاتومز، احسب التوتال انرجي اللي خارجه من المحطه. بس ازاي الكلام ده؟ قبل هنشوفه بيتعمل ازاي دلوقتي، بس عايزين نعرف حاجتين مهمين. اول حاجه، انتوا اخدتوا يونت للانرجي غير الكيلو وات ساعه وغير الجول، بتسموها ايه؟ بتسموها الكترون فولت. الكترون فولت ده يونت بتاع ايه؟ بتاع انرجي. طيب الواحد الكترون فولت فيه كام جول؟ شحنة الالكترون بيساوي 1.6 × 10⁻¹⁹ جول. طيب وعارفين كمان افوجادروس نمبر اللي هو عدد افوجادرو. طيب ركز معايا، افوجادروس نمبر ده اللي هو ايه؟ عشان نفتكر مع بعض. احنا عارفين مثلا ان الكربون 6 12، 6 ده الاتوميك نمبر اللي هو العدد الذري، و12 ده اللي هو الايه؟ العدد الكتلي او الماس نمبر. فالماس نمبر ده بيقول ان انا لو عندي 12 جرام من الكربون بيبقى فيهم افوجادروس نمبر 6 × 23 × 10⁻³. طيب الاكسجين 8 16، تمام؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان الماس نمبر بتاعه 16، يعني لو عندي 16 جرام من الاكسجين ده فيهم عدد افوجادروس. المهم البدء العنصر اللي علينا اللي هو اليورانيوم. اليورانيوم 92 235، الماس نمبر 235، معناه ان انا لو عندي 235 جرام من اليورانيوم ده بيبقى فيهم كام؟ 6 × 23 × 10⁻³. طيب الكلام ده هنشوفه هنطبقه ازاي. المساله رقم 12 بيقول لي عندي نيوكلير رياكتور بيستخدم اليورانيوم كان ديليفر 300 ميجا وات، يعني النيوكلير رياكتور ده بيطلع باور قيمتها 300 ميجا وات. قايل لك اف ديو تو فيوجن اوف اتش اتوم من اليورانيوم ذا انرجي ريليز از 200 ميجا الكترون فولت. يعني ايه؟ يعني كل اتوم من اليورانيوم بيحصل لها انشطار بينتج انرجي قيمتها 200 ميجا الكترون فولت. يعني الانرجي ديو تو فيوجن اوف 1 اتوم بتساوي كام؟ بتساوي 200 ميجا الكترون فولت. يعني كل ثاني، يعني كل اتوم من اليورانيوم بيحصل لها انشطار بينتج انرجي قيمتها 200 ميجا الكترون فولت. بيقول لك ايه؟ احسب الماس بتاعه اليورانيوم اللي بيحصل لها انشطار خلال ساعه واحده. فاين الماس بير اور الماس ايه؟ طالما ادالك وما قالكش ماكسيمم ولا مينيمم ولا ايه يبقى هي صح. بيقول لك احسب الماس بتاعه اليورانيوم اللي بيحصل لها انشطار خلال ساعه واحده. يبقى انا يا باشمهندسين لما اجي هعوض عن ايه؟ هعوض عن التايم. يبقى لازم اخد فتره زمنيه قيمتها ساعه، يبقى اخد التي بتساوي 1 اهو. ليه؟ لان هو عايز يحسب الماس بتاعه اليورانيوم اللي بيحصل لها انشطار خلال ساعه. طيب انا دلوقتي الباور 300 ميجا وات، يبقى هقول على طول الباور اللي خارجه من الرياكتور اللي خارجه من المفاعل، يبقى هقول الانرجي فروم رياكتور بير اور، يعني الانرجي اللي تخرج من الرياكتور خلال ساعه هتساوي الباور في التايم، يعني هتساوي 300 × 10³ عشان احولها لكيلو وات في واحد، لان انا عايز ساعه واحده، فهيبقى عندي 3 × 10⁵ ايه؟ كيلو وات اور. خلي بالك من حاجه يا باشمهندسين، انا دلوقتي عندي الانرجي اللي تنتج نتيجه انشطار
وان اتوم بالالكترون فولت، وانا عارف العلاقه بين الالكترون فولت والجول، فهعمل ايه؟ هحول الانرجي اللي خارجه من الرياكتور بدل من كيلو وات اور هحولها لجول. يبقى انا هحول من كيلو وات اور هحولها لكيلو جول، ومن كيلو جول احول لجول، هتطلع الانرجي 108 في 10 اس 10 جول. يعني ايه يا باشمهندسين؟ يعني الانرجي اللي بتخرج من الرياكتور خلال ساعه كامله قيمتها قد ايه؟ قيمتها هي القيمه دي. طيب دي التوتال انرجي اللي خارجه من الرياكتور خلال ساعه، وانا عارف الانرجي اللي بتنتج من انشطار وان اتوم، يبقى اقدر احسب ايه؟ عدد الاتومز اللي حصل لها انشطار خلال ايه؟ خلال ساعه. يبقى النمبر 100% ولا ايه؟ اوف اتومز اللي حصل لها انشطار انا عندي دلوقتي يا باشمهندسين التوتال انرجي اللي خرجت من الرياكتور خلال ساعه اهي على الانرجي اللي بتنتج نتيجه انشطار وان اتوم. خلي بالك الانرجي هي ديت بالجول، فلازم تعوض عن الانرجي اللي بتنتج من انشطار وان اتوم بالجول برضه. 200 ميجا الكترون فولت، يبقى 200 في 10 اس 6، يبقى انا كده حولت من 200 ميجا الكترون فولت ليه؟ لالكترون فولت. بعد كده هضرب 1.6 في 10 اس 19، يبقى انا كده عملت ايه؟ حولت من الكترون فولت لجول. هيطلع النمبر اوف اتومز اللي بيحصل لها انشطار ديت النمبر اوف اتومز اللي بيحصل لها انشطار خلال ساعه. طيب هو عايز، مش عايز النمبر اوف اتومز، هو عايز الماس بتاعت اليورانيوم اللي بيحصل لها انشطار. هجيبها طرفين في وسطين، انا عندي ال 235 جرام من اليورانيوم فيهم عدد افوجادروس من الاتومز، وبالتالي هقول ان اكس جرام في نمبر اوف اتومز ده، وبالتالي هعمل ايه؟ طرفين في وسطين، هضرب ده في ده واقسم على ده، اجيب الاكس الماس بتاع اليورانيوم هتطلع معاك 13.16 جرام. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا محتاج خلال ساعه، محتاج ايه؟ محتاج 13.16 جرام من الايه؟ من اليورانيوم. وده ثانيه، ده اهم ميزه هتاخدوها مع الدكتور في المحطات النيوكلير. ايه هي؟ ان الماس بتاعت الفول بتبقى ايه؟ قليله جدا. لو انت فاكر المره اللي فاتت واحنا بنتكلم عن الثيرمال ستيشنز، كانت الماس بتاعت الفحم اللي بنبقى محتاجينها كانت بتبقى بايه؟ بالطن. يعني محتاج اطنان من الفحم في اليوم عشان اشغل المحطه. انما المحطه النيوكلير اهم ميزه فيها ايه؟ ان الماس بتاعت الفول مالها اقل ايه؟ ما يمكن. وبالتالي الكوست بتاعت الترانسبورتيشن بتاعت الفول، يعني تكلفه نقل الفول للمحطه بتبقى ايه؟ بتبقى قليله. والكلام ده هنلاحظه في المساله اللي جايه. المسألة بتقول لي ايه؟ What is the power output من يورانيوم رياكتور؟ يعني مديني يورانيوم رياكتور عايزك تحسب الباور اوتبوت بتاعه. قايل لك if it takes 30 days to use 2 كيلو جرام من اليورانيوم. خلي بالك، يبقى اليورانيوم رياكتور ده خلال 30 يوم بيستهلك 2 كيلو جرام. برضه مديلك الانرجي اللي بتطلع نتيجه انشطار 1 اتوم من اليورانيوم 20 ميجا الكترون فولت. عايزك تحسب الباور بتاعت الرياكتور دوت. طيب قلنا لازم اخد فتره زمنيه معينه، المره دي هاخد فتره زمنيه قد ايه؟ شهر. هقول 4 1 مانث. ليه هاخد فتره زمنيه شهر؟ لان هو تاني استهلاك اليورانيوم خلال شهر، اللي خلال 30 يوم بستهلك 2 كيلو جرام من اليورانيوم. طيب عايزك تحسب الباور في الحاله دي،
يبقى هعمل ايه يا باشمهندس؟ انا عندي اداني الماس اللي استهلكتها، يبقى اقدر منها اجيب عدد الاتومز اللي حصل لها انشطار خلال الشهر. هقول ان انا عندي 235 جرام فيهم عدد الافوكادوس. طيب يبقى ال 2 كيلو جرام اللي هي هم 2000 جرام من اليورانيوم هيديني نمبر اوف اتومز هسميها اكس. يبقى الاكس هتساوي كام؟ طرفين في وسطين هيطلع معاك الاكس تساوي 5.12% في 10^24 اتوم. الرقم دوت بيعبر عن ايه؟ عدد الاتومز اللي حصل لها انشطار خلال شهر. طيب يبقى انا عارف عدد الاتومز اللي حصل لها انشطار خلال شهر، وعارف الانرجي اللي بتنتج من انشطار 1 اتوم، يبقى اقدر احسب ايه؟ الانرجي الكليه اللي بتنتج خلال ايه؟ خلال شهر. يبقى الانرجي ريليز بير مانس، الانرجي اللي بتنتج خلال شهر النمبر اوف اتومز. تاني 200 ميجا الكترون فولت عايز احولهم لجول، يبقى 200 في 10 اس 6 واحد 6 من 10 في 10 اس 19. يبقى انا كده جبت الانرجي اللي بتنتج خلال شهر بالايه؟ بالجول. هتقسمها على 10 اس 3 عشان تجيبها بالكيلو جول، هيطلع معاك بعد كده هجيبها بالكيلو وات ساعة، هقسم على كام عشان اجيبها بالكيلو وات ساعة؟ ثابتة على 3600 عشان اجيبها بالكيلو وات ساعة، تمام؟ طيب يبقى انا هنا دلوقتي جبت الانرجي ريليز بير مانث. هو عايزك تحسب ايه في المسألة أصلاً؟ قايل لك احسب وات از ذا اوتبوت باور، يعني عايزك تحسب الايه؟ الباور. يبقى هقول الانرجي ريليز بير مانس بتساوي ايه؟ البي في تي، يبقى تاني الباور بتساوي الانرجي اهي خلي بالك الانرجي دي بالايه؟ بالكيلو وات اور. طيب يبقى لازم اعوض عن التي ده بايه؟ عدد الساعات خلال الايه؟ خلال شهر اللي هو هيبقى كام؟ 30 24. في الحالة دي هطلع الباور اليونت بتاعتها ايه؟ ده كيلو وات اور وده كيلو اور، يبقى يطلع الباور بالكيلو وات، تمام؟ اقسمها على 1000 عشان تجيبها بالميجا وات، هتطلع معاك 63 ميجا وات، يعني الكباستي بتاعت الرياكتور ده 63 ميجا وات. طيب خلي بالك الارقام دي يا باشمهندس قلنا ارقام فعليه، معناها ان انا لو عندي محطه نيوكلا تمام الكباستي بتاعتها 63 ميجا وات، خلال شهر كامل هتستهلك يورانيوم الماس بتاعته قد ايه؟ 2 كيلو جرام بس. شوف بقى انت المحطه الثيرمال، المحطه الحراريه اللي الكباستي بتاعتها 63 ميجا وات، خلال شهر بتستهلك ايه؟ الاف الاطنان من الفحم. لو استهلكت فحم هتستهلك الاف الاطنان من الفحم، بينما لو عندي محطه نيوكلا ليها نفس الكباستي بستهلك بس 2 كيلو جرام من اليورانيوم. امال ليه مش معتمدين عليها؟ لا مش شرط يبقى اغلى. ده ايوه ما انت خلي بالك، ما انت اقول لك حاجه، مفيش محطه يعني فيها كل مليانه مميزات ومفيهاش عيوب، لكن كل الناس هتبقى تعملها. في انواع كتيره ليه؟ لان كل محطه ليها ميزه وليها عيب. انت على حسب المكان اللي انت فيه، كل دوله بيبقى عندها ميزه نسبيه في انواع معينه من المحطات، فهي دي اللي بتعتمد عليها اكتر. وفي انواع تانية من المحطات ما بيبقاش عندها ميزه نسبيه فيها، فبيبقى اعتمادها عليها ايه؟ اقل. فمفيش حاجه كويسه لكل الحاجه. لو انت عندك خام اليورانيوم
وعندك النو هاو ازاي تعمله تخصيب، هيبقى تكلفه المحطه ان يقدر اقل من تكلفه المحطه اللي بتشغل بالفحم. لو ما عندكش لا هيبقى ليه التكلفه اعلى شويه وهكذا. تمام. الشعاع النووي ده بيعمل فيه ايه؟ الشعاع النووي بيعمل انشطار اليورانيوم، بيعمل اشعاع. لا يا باشمهندس، هو احنا مش تشيرنوبل، احنا لا يعني خلاص الامور بقت دلوقتي خلاص بقت يعني في يعني مش ندخل في الكونستراكشن بتاع المحطه النيوكلير، بس لا بيبقى فيه سيفتي بحيث انه بيتعمل اوتوماتيك شوت داون لو في اي حاجه حصلت، يبقى فيه اوتوماتيك شوت داون للمحطه كلها. طيب احنا ان شاء الله المره الجايه يا اما هناخد الشيت الثاني في جزء الدكتور شلالي، يا اما هناخد اول شيت في جزء الدكتور احمد الرايم، على حسب يعني هنكلمه.